السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتقدم سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية باسم آيات الترحيب بهذا الجمع المتميز، ويعتز بحضوركم هذه المحاضرة التي يعقدها المركز بعنوان إيران توجهات الخطاب الداخلي والتحديات الأمنية الحقيقية. الحضور الكريم، من المعروف أن الأوضاع الداخلية في دولة ما تلعب دورا كبيرا في صياغة سياستها الخارجية، وهو أمر لا تختلف فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الدول الأخرى في المجتمع الدولي. فمنذ سنوات يشهد الاقتصاد الإيراني تراجعا كبيرا نتيجة للعقوبات الاقتصادية الدولية بسبب برنامجها النووي، ما أثر على الأوضاع المعيشية وزادت نسبة البطالة، وشهدت العملة الإيرانية تدهورا كبيرا نتيجة للقيود التي فرضت على التعاملات النقدية الإيرانية. كما أن الوضع الداخلي في إيران لم يكن أفضل حالا من الوضع الاقتصادي، حيث أن التنافس القائم بين الإصلاحيين والمحافظين لا يزال مستمرا، إضافة إلى التوتر بين المحافظين أنفسهم، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الإيرانية في شهر يونيو القادم. إن تردي الأوضاع الاقتصادية والتوتر الناجم عن التنافس بين مختلف القوى السياسية بشأن معالجة الوضع الداخلي، وفي ظل استمرار الضغوط الدولية لترضخ إيران لإدارة المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي والأنشطة المرتبطة بها، تسعى إيران جاهدة إلى تصدير مشكلاتها الداخلية إلى دول أخرى في المنطقة أو التدخل في شؤونها الداخلية، والاستمرار في احتلال جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعدم الاستجابة السلمية للحلول السلمية التي تطرحها دولة الإمارات. فإن هذه السياسة ستعزز من عدم الاستقرار في المنطقة وتزيد من التحديات الاستراتيجية. وسيحاول محاضرنا لهذه الأمسية مشاركتنا وجهة نظري ورؤيته حول توجهات الخطاب الداخلي في إيران والتحديات الأمنية الحقيقية. والأستاذ الدكتور توماس ليدمان محاضرنا لهذه الأمسية، وأستاذ العلوم السياسية في مركز البحوث والدراسات الإدارية والسياسية والاجتماعية، وأستاذ زائر في جامعة باريس السوربون ومعهد باريس للدراسات السياسية، وهو أيضا عضو في مجلس الرابطة الفرنسية للعلوم السياسية ولجنة المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية. ويركز عمل البحثي على نظريات العلاقات الدولية وإدارة الأزمات الدولية وأسباب الحروب بين الدول وسبل منعها، كما يقدم عروضا في مجاله البحثي إلى مطبوعات بارزة مثل International Theory وInternational Political Psychology. والآن يسعدنا دعوة الأستاذ الدكتور توماس ليدمان لإلقاء محاضرته حول إيران توجهات الخطاب الداخلي والتحديات الأمنية الحقيقية، فليتفضل. مشكورا بروفيسور ليدمان، it's an honor to have you with us tonight. The floor is yours. بروفيسور ليدمان، إنه من دواعي سرورنا أن تكون معنا هذا المساء، تفضل. أسعد الله مساكم، إنه أيضا لمن دواعي سروري واعتزازي أن أدعى إلى هنا للحديث إليكم، وأشكر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على هذه الدعوة. موضوعنا اليوم موضوع جد مهم، كيف يمكن أن نشرح السياسة الخارجية وتغيرات السياسة منذ العام 1979 في إيران، وأنا متخصص في الصراعات الدولية وأدرس الحروب وأسبابها وكذلك إدارة الكوارث والأزمات. إذن بالنسبة لإيران هي حالة، وأحاول بطريقة أو بأخرى أن أشرح كيف أن العالم العلوم السياسية يمكن أن يشرح سلوك دولة كما ترون
يعني كسلوك غير عقلاني. لماذا غير عقلاني؟ لأننا بدأنا بالمسألة النووية. الآن إيران لم تمتلك القنبلة النووية بعد، ويعني ليست كإسرائيل، إذن هي ليست قادرة على تهديد الآخرين بحصولها على القنبلة النووية. وأيضا من المنظور الاقتصادي أيضا موضوع إنتاج القنبلة النووية أو التحول إلى قوة نووية يكلف إيران الكثير من الكلف، لا سيما كلفة العقوبات. فكيف يمكن أن نفسر هكذا سياسة؟ وأنا لأن لدي فقط 45 دقيقة سأحاول بتقديم فرضيتي حول هذا الموضوع. فرضيتي ستكون أولاً أن هل هنالك عقلانية في سلوك إيران؟ وبطريقة رمزية أشير إلى موضوع العقلانية، فهي تأكيد على الخطاب وعلى الهوية كقائدة أو زعيمة للعالم الإسلامي، وأيضا فهم الآخرين أو النظر إلى الآخرين على أنهم الشيطان أو أنهم الأشرار. إذن هو سلوك يؤكد إلى حد ما الخطاب الذي تستخدمه إيران من أجل أن تمكن صناع الخطاب السياسي في التعامل مع المشهد الداخلي. وأقول انتبهوا، فالسياسة الدولية المتشددة لم توضع فقط لتكون سياسة متشددة، بل هي تحديد للهوية، هوية إيران التي تريدها كزعيمة للعالم الإسلامي، والنظر للآخرين على أنهم أعداء، وذلك كطريقة للتعامل مع المشاكل الداخلية. والفرضية الثانية هو أن هذا الخطاب القومي إن صح التعبير هو عبارة عن أو صيغة على أن إيران هي ما نصنعه. ماذا أعني بذلك؟ هو الأمر معقد ولكنه ليس بهذا التعقيد. ففرضيتي هنا هو تضخيم الذات، المبالغة في وصف الذات، وهو خطاب مرتبط إلى بسلوك الآخرين. فإيران الآن معزولة في معظم الوقت منذ الثورة تقريبا، منذ العام 1979، فهنالك انقطاع في العلاقات الدبلوماسية. وإذن هذه الوصمة stigmatization ووضعها في محور الشر هو مشكلة لصناع القرار في إيران، فعليهم أن يصوغوا هوية تتناسب مع إدراك الآخرين. بالتالي يمكن هم إذن هم يقبلون من الآخرين بأنهم مختلفين، لا سيما عند الحديث عن الأمريكان، ولكنهم يقولون لسنا نحن الأشرار بل هم الأشرار، هم الشيطان الأكبر. إذن هو ما هو أسود بالنسبة لنا أبيض بالنسبة لهم، والعكس صحيح، ما هو أبيض بالنسبة لهم أسود بالنسبة لنا. إذن لتسهيل الأمور، فرضيتي الثانية هو أن سياسة إيران الخارجية وخطابها هو أيضا مرتبط بالسياسات الأمريكية. فإيران وصمت بسياسة أمريكا، وهي بالتالي طورت هذا الوصف المبالغ به للذات، وأيضا أرادت التوجه نحو أن تصبح قوة نووية، بحيث كلما فعلت ذلك كلما وجدت نفسها متضمنة في اللعبة الدولية، وهنالك طبعا فرصة أكبر بالنسبة لها كما ترى للتفاوض.
لقد قسمت. طبعا درست هذه النظرية ولن أحدثكم عنها كثيرا، ولكنني قسمت عرضي هذا في ثلاثة أقسام. القسم الأول سأتحدث فيه عن الفترة الزمنية الأولى بعد الثورة الإيرانية، وهي الثورة مرحلة الثورة الخميني من العام 1979 وحتى العام 1980، وأسميها الفترة 89 أسميها فترة لحظ الذات والعزلة. وبعد ذلك سأدرس الفترة الثانية، وهي فترة مهمة لأنها الفترة الممتدة من العام 1989 وحتى 2002، والتي تتصف بمجموعة من التغييرات في على مستوى السياسة، فإيران أصبحت أكثر انفتاحا في هذه الفترة. وسأحاول أن أجيب لماذا أصبحت أكثر انفتاحا. وأخيراً سأدرس المرحلة التي أسميها العودة إلى المستقبل، وهي الفترة من فترة أحمد نجات بدءا من العام 2005 وحتى 2013، يعني الآن. وهذه فترة تتصف أيضاً بتضخيم الخطاب الذاتي وبمغامرات السياسة والقوى النووية وتهديد إسرائيل، وأقول بأنه دائما هذا الأمر مرتبط بالوصمة التي تشعر بها إيران، stigmatization. سأحلل هذه الفترات الثلاثة، يعني الفترات الزمنية الثلاثة. أولا سأحلل بداية ما هي سياسة إيران النووية وسياسة نحو سياستها نحو الأقليات وكيفية معاملتهم. أخوة إيران، وبعد ذلك وهذه النقطة الثانية في تحليلي، سأبحث عن الخطاب الإيراني ووصف الذات خلال هذه الفترة. فمثلا كيف يقدم الآخرون في سياسة إيران، وكيف تقدم إيران نفسها في السياسة الدولية وتصف نفسها. والسؤال الثالث الذي سأطرحه هو في هذا التحليل هو هل الأمور مرتبطة بسلوك سلوك إيران بالسلوك الأمريكي وسياسة لحظ الذات. إذن فكرتي، وسأحاول كما ذكرت بالنسبة للفترة التي كانت فيها إيران أكثر انفتاحاً، يعني ترتبط بسياسة اللحظ أو التميز. هي سياسة تهدف إلى تأكيد صورة ذاتية إيجابية عن دولة أخرى. هي سياسة الاحترام. نحن نعرف تعرفون بأنه في هنالك بعض معايير الاحترام، مثلا هنالك هذه موجودة في القانون الدولي، فالدولة تريد أن تكون محترمة من قبل يعني لوجودها، فمثلا نسميها سيادتها كوجود المادي. فالقانون الدولي عادة يؤكد على هذا الموضوع، موضوع السيادة على الأراضي والبلد. وأيضا الوجود، يعني الوجود الرمزي أيضا، يعني تأسيس علاقات مع دول أخرى، فبحيث يكون هنالك اعتراف متبادل وفتح سفارات، فالدول تريد أن تكون معترفا بها على أنها موجودة. والنقطة الثانية، صناع السياسة في هذه الدول يريدون أن يعترف بهم أو ينظر إليهم على أنهم
لهم موقف ولهم قيمة، يريدون أن يكون لهم نوع من المنزلة في العلاقات الدولية. وأقول أيضا بأن غالبا الدول تكافح من أجل أن تحصل على منزلة يعني وفق ما لديها من قوة، فكلما كانت الدولة قوية كلما حاولت أن تظهر بهذا المظهر. فإيران يعني يقول بأن هنالك هذه الهرمية ربما بالنسبة للإمكانيات قد تأتي في المرتبة 20، ولكن إذا أخذنا موضوع المسؤولية تأتي ربما في المرتبة 100 وفق يعني من حيث المرتبة في مجلس الأمن الدولي وآلية. إذن أقول بأن هنالك فجوة، ونقول من هنا بأن يعني احترام تاريخ الآخرين وثقافتهم، فالدول أيضا تريد أن يعترف بها على أنها لها موقف وموقع ثقافي، لا سيما في حالة إيران بالتأكيد هي هنالك حضارة، هنالك هذا الشعور بأننا مؤسسو العالم الإسلامي، يعني هو صورة الذات التي يقدمونها عن أنفسهم. وأيضا طبعا في سياسة الاعتراف أن يكون هنالك مصالح، حتى مصالح معنوية، مثلا في حال كان هنالك كوارث طبيعية فتهب الدول لمساعدة بعضها الآخر، كما حدث مثلا في أحداث 11 من أيلول، تعرض الدول أن أو تعبر عن قلقها وتعرض مساعدتها. إذن الفكرة التي أحاول التوصل إليها أو أن أقول هو أننا خلال هذه الفترة، والتي سأقدمها بشيء من التفصيل، بأن أثناء الفترة التي كانت إيران فيها أكثر انفتاحا خلال فترة خاتمي من العام 1989 وحتى العام 2005، كان هنالك نوع من سياسة الاعتراف بالذات أو الاعتراف واللحظ. وهذه طبعا بدأت سياسة مادلين أولبرايت، وسأبين لكم كيف أن هذه السياسة قد تغيرت من خطاب إيران الذاتي ومن سياستها. إذن هذه هي يعني الخطة التي أنوي العبور عبرها اليوم في الحديث عن موضوع هذه الليلة. وأقول بأن تقديم الذات أو الخطاب الذاتي الذي تتبعه إيران وما يبدو لنا على أنه غير عقلاني، هو فيه شيء من العقلانية بشكل رمزي، وربما يعني أن يكون هنالك نوع من الانفتاح في ممارسة نوع من السياسة، سياسة اللحظ أو الاعتراف. إذن الفكرة هو أننا باستطاعتنا أن نقوم بشيء ما، وأننا لسنا من دون أي أدوات. I will start with the first period. إذن أبدأ من البداية، من الفترة الأولى التي حددتها وهي مرحلة الثورة، بدءا من يعني أسميها ثورة الخميني. أبدأ يعني سياسة الثورة، أتحدث عنها بسرعة. أول تغيير في سياسة إيران كان التوجه نحو الأخوة المسلمين، تبعت سياسة ناشطة في لبنان لا سيما ما يتعلق بحزب الله، وأيضا قامت بالكثير للفلسطينيين ضد إسرائيل. وأيضا نعرف بأن الثورات التي تضع دستورها ودستور إيران في المادة 152 والمادة 154، وأقتبس من
الدستور الجمهورية إيران الإسلامية بأنها ستطلع بالدفاع عن حقوق الأخوة المسلمين. فيمكن أن نرى يعني هذا تمثيل لسياسة إيران الخارجية. السياسة الثانية أو التغير الثاني في السياسة خلال فترة الخميني، هناك ممارسات جديدة يعني حتى لدولة ثورية، مثلا حيث كان هناك خطف لرهائن وأخذوا كرهائن داخل السفارة، وطبعا هذا تصرف خارج المجتمع الدولي. وطبعا تعرفون بأن تمتع الدبلوماسيين وفق اتفاقية فيينا بالحصانة هو أمر من أكثر الأمور احتراما في القانون الدولي، ولكن إيران يعني أرادت أن تختار التحول إلى قوة نووية. كان هنالك أثناء أيام الشاه كان هنالك بعض التعاون معه لتأمين طاقة نووية سلمية، وكان هنالك ولكن بعد انتهاء فترة الشاه لم يكن هنالك تعاون أو مساعدة لبرنامج إيران النووي السلمي. إذن لدينا يمكن أن نقول من منظور السياسة وخلال الفترة بين العام 1979 وحتى 1989 لدينا تغييرات كبيرة وممارسات دبلوماسية كبيرة، يعني حتى الدول التي تصنف مهمتها بشكل غير تقليدي، وأيضا خلال يعني السنوات الأخيرة من تلك الفترة كان هنالك الحرب مع العراق، وكان الأمر يعني أهم من الأفكار الثورية لأنها كانت تريد الحفاظ على نفسها، وفبالتالي سياسة إيران كانت أكثر اعتدالا مثلا في التعاون مع الاتحاد السوفيتي. سأتوجه إلى النقطة الثانية في تحليلي لهذه الفترة وهي الخطاب. ما هو خطاب إيران أثناء هذه الفترة؟ وأسمي هذا الخطاب خطاب الاعتراف بالذات، بمعنى أن إيران شعرت بالوصمة، وقال صناع القرار أنهم في التعامل مع هذه البيئة العدائية ضدهم، وأيضا مهمة أن يبقوا في السلطة، يريدون إعطاء أنفسهم الشرعية، فأرادوا أن يعكسوا ما يصبغوا عليهم الآخرين ليصفوا الآخرين به. فهنا سأوضح سياق الخميني من العام 1979، فقد قال الخميني يسمينا الآخرون أننا متأخرون وأننا متخلفون، ولكن في الواقع هم المتخلفون، فنحن أحسن منهم ونحن لسنا فاسدين. إذن هذا بناء الذات بما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية وتوصيف الآخرين على أنهم هم المتخلفون. والخميني قدم خطابا حاول من خلاله أن يقول أنا أقبل بأني مختلف، أنا أقبل بأنني لا أحب ألعاب الكمبيوتر وما شابه، ولكن أفضل أن يكون الأمر كذلك، فنحن من يحمي الثقافة الإسلامية الحقيقية والدول الأخرى فاسدة وخائنة إلى آخره. إذن يمكن أن نقول بأننا يعني
هو وصف للذات لإيران على أنها دولة ثورية غير فاسدة تحمي المسلمين وصناع القرار، يعني نظروا إلى الآخرين هكذا نظرة يعني، وهذا ما قدموا أنفسهم على أنه إياها. إذن هذه صورة الذات التي قدموا أنفسهم على أنهم الأبطال، أبطال الثقافة الحقيقية أو الحضارة الحقة، ولعبوا هذا الدور. والناحية الثانية في هذا الخطاب هو أننا يعني صورة الأعداء، وصورة الأعداء أثناء فترة الخميني تطورت بمعنى بأنه سياسة الدولة هم ونحن، وفي عقل الخميني الآخرون هم يعني العدو الوجودي، بمعنى أنهم يهددون وجودي وعلي أن أزيلهم. إذن يمكن أن نميز في العلاقات الدولية ثلاثة صور للآخر: صورة مثلا فرنسا، بعد صورة المنافس، فلدينا الآن مصالح أخرى مثلا منافسة اقتصادية وغيرها، ولكننا نكتب أن يعني نقبل وجود الآخر، أن الآخرين موجودين. وبعد ذلك لدينا ما نسميه يعني ثقافة أن الآخرين هم العدو وهم مختلفين تماما، وحتى أنهم يعني غير بشر. ويمكنني أن أقتبس الخميني في قوله بأن الأمريكيين ليسوا فاسدين وحسب، بل حتى أنهم ليسوا بشرا، فليس لديهم مساعدة للآخرين، يعني دائما يصفهم بالآخرين، فيعني دائما الإشارة لهم على أنهم الآخرين. يمكننا أن نقول بأن صورة الآخر أيضا مرتبطة بالخطاب المؤامرة، فالفكرة أن إيران محاطة بآخرين بقوى أجنبية وتحاول دائما أن تغير سياسة إيران. أحيانا هذا صحيح، ولكن بالمبدأ خلال هذه الفترة كان هنالك هذه الفكرة بأن الآخرين يريدون أن يتآمروا ضد ثورة الخميني. إذن كان هذا هو الخطاب المقدم، وأقول أو أجادل بأن سياسة إيران الخارجية مرتبطة بهذا الخطاب، ووصف الذات الاستثنائي على أنه أفضل وأننا من أوجد الحضارة. وصف الذات هذا يمكن أن نقول بأنه قد عزز أو تم تعزيزه من خلال السياسة الخارجية، فساعد الحركات الثورية، وهو أيضا عقلاني ومنطقي بأن تبين الآخرين يعني عنك، وأن يعني يكون هنالك سياسة عيادية، فإذا قلت بأنهم يتآمرون علي فهنالك منطق فيما أقول، ولو نفسي أكثر منه منطق فعلي، ولكنه منطق على أي حال. إذن هو تأكيد لهذا الخطاب من خلال السياسة الخارجية. الجدل الثالث أو النقطة الثالثة المتعلقة بهذه الفترة هي السياسة الأمريكية، وفكرتي هنا هو أن نقول حسنا، ربما يكون هنالك بعض النواحي الثقافية في هذه السياسة، ولكن هذه السياسة أيضا مرتبطة بسياسة أمريكا، وأنا أسمي هذه السياسة الأمريكية على أنها سياسة اللا اعتراف أو إساءة الاعتراف بحكم الخميني. لماذا؟
لنأخذ أولا النقطة الأولى بالنسبة للاعتراف وهي الحق بالاعتراف بالوجود. كارتر الرئيس كارتر أثناء تلك الفترة عرف أو عرف الناس بأن وضع إيران أصبح معقدا، والكثير من الدبلوماسيين في العام 1978 كانوا يدركون بوضوح أنه سيكون هنالك حركة ثورية في إيران قبل أن تحدث الثورة بحوالي سنة. ولكن حتى أثناء تلك الفترة قال كارتر أو للشاه بطريقة إيجابية في العام 1978 ووصف الشاه بأنه حامي الاستقرار وهكذا. حتى بعد يعني فترة من القمع أسمى الشاه بأنه يعني أنه رجل جيد. والأسوأ من ذلك هو أنه حتى بعد وصول الخميني إلى السلطة الإدارة الأمريكية فعلت على الأقل خطأين. الخطأ الأول برأيي هو قبول يعني المعالجة الشاه في مشفى جامعة كورنويل. يعني عولج الشاه من مرضه في جامعة كورنويل. ففي الحقيقة يعني أن تقوم أمريكا باستقبال شخص وهو الشاه الذي يعتبر يعني من منظور الثورة على أنه العدو رقم واحد. والخطأ الثاني هو أن إدارة كارتر لم تبدأ المفاوضات مباشرة مع النظام الإيراني الجديد، بل إنها استخدمت القنوات الخلفية مثل رئيس وزراء إيران ومستشاره. فيمكن أن أقول بأن ذلك فهم على أنه تآمر ومؤامرة، وفي المغرب يعني كان هذا أمر اعتبر على أنه فرئيس الوزراء المعتدل الحقيقة فقد نفوذه بعد هذا العمل. إذن لم يكن هنالك سياسة اعتراف من قبل الإدارة الأمريكية على الإطلاق، يعني حتى على مستوى الوجود. فإدارة كارتر لم تقم بما يجب أو بما يكفي من أجل أن تظهر إرادة التعاون. فالخميني بالتأكيد يعني لم يكن مرحب به في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أقول بأن كارتر يسر السياسة الراديكالية التي اتبعتها إيران. لو كان هنالك نوع من التعاون من الجانب الأمريكي لكان ربما الوضع أصعب على الخميني أن يتبع سياسة راديكالية بهذا الشكل. إذن أقول بأن تلك كانت دفع إيران نحو سياسة كهذه. أعرف بأن الوقت يمضي مسرعا، أنتقل مباشرة إلى الفترة الثانية وهي فترة هامة لأنها فترة أقول بأنها فترة التعاون المحدود. فإيران أولا دعوني أصف سياستها في هذه الفترة. فسياسة إيران الجديدة هنا كان من الواضح بأن هنالك رغبة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأمور الأمنية. فكان هنالك بعض الوساطات، مثلا كان هنالك مثلا رغبة بأن نبين للولايات المتحدة الأمريكية بأننا لسنا إرهابيين، يعني محاولة من إيران، وبأننا ساعدوا أيضا في تحرير بعض الرهائن. وأيضا يعني كان هنالك ربما خطاب أقل هجومية لا سيما بعد العام 1996.
وأقل دوغماتية. وحتى بالنسبة للموضوع النووي أقول بأنه بالتأكيد إيران ربما خلال هذه الفترة كانت تحاول أن تقوم بتخصيب اليورانيوم، ولكن كما يقول الدبلوماسيون بالنسبة لنا الأولوية كانت إعادة الاندماج في السياسة الدولية. إذن أعتقد بأن ذلك يعني كان مذكورا في الاتفاقية التي عقدت في العام 2002 بالنسبة للاتفاقية التي تدعو إلى منع الانتشار النووي، وكان هنالك يعني تغيير في النظام الدولي بهذا الصدد. فبالرغم من أنه كان هنالك تغيير ونقاش على مستوى هيئة أو وكالة الطاقة الذرية، لا سيما عندما كان رئيسها البرادعي، إذن هذه السياسة كانت أيضا يعني فيها أو تزامنت مع تغير الخطاب. لذا أعتقد بأن التغيير الأهم في السياق الإيراني هو المفهومة بالنسبة للآخرين. بالتأكيد يجب أن لا نوحد، يعني أن نفكر بإيران على أنها واحدة. يجب أن نميز دائما الخميني عن الإصلاحيين الآخرين. ولكن الرئيس الجديد خاتمي في هذه الفترة اقترح رؤية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، ودعا إلى حوار الحضارات في مقابلة معه. طبعا لن أقتبس خطابه، ولكن ألخصه بأنه يقول نعم يعني هنالك يعني فرق بين صناع السياسة الأمريكيين وبين الشعب الأمريكي. فالشعب الأمريكي هم مثلنا، يريدون السلام ويريد الازدهار. لذا يمكن أن نضع الأمور في نصابها، ويمكن أن نتعاون مع الشعب الأمريكي لأن لدينا أشياء مشتركة. إذن كان هنالك تغيير، يعني لم يقل نحن هذا أمر يختلف في الشعب عن السياسيين. بالتأكيد كان هنالك معارضة مثلا الوضع في لبنان والمنطقة، ولكن الموضوع الآخر كان في أفغانستان، وكان هنالك طالبان، وكان هنالك بعض المصالح. فبالتالي لا نقول بأننا يمكننا أن نكون شركاء. فأقول بأنه خطاب يحاول اندماج أكثر، يعني إذن هنالك أساس للتفاوض. أما بالنسبة لصورة الذات فأقول بأنها حتى أثناء مرحلة خاتمي ما زال النظرة إلى إيران على أنها حامي الحضارة الإسلامية وأنها متميزة عن أو متفوقة على جيرانها. ولكن كان هنالك أيضا أحيانا يعني قبول نقدي لسياسة إيران في عزلها، ونقول مثلا نحن ربما الأعظم ولكننا لسنا الأعظم أحيانا. فيمكن أن نخطئ، ويمكن مثلا يعني يمكن أن يعني أن دائما آية الله يرون أنفسهم على أنهم متفوقون، ولكن مع ذلك قالوا أحيانا بأننا يمكن أن نكون على خطأ. وأجادل هنا بأنهم كانوا يطلبون التعاون. إذن الأمر الأهم بالنسبة لي أنه في العام 2001 وبعد أحداث 11 من أيلول اقترحت أولا، أدانت بشدة قتل أو يعني ما حدث في أحداث 11 من أيلول، وأدانت هذه الأعمال واقترحت أيضا أن تقدم المساعدة لأمريكا، مساعدة طبية، مساعدة مالية.
وكان ذلك تغيير واضح وهام. فيعني الأمريكيون يعني لم يقولوا مثلا كإيران بعد الأحداث بأن الأمريكيين يستأهلوا ما حصل لهم، لا على العكس تماما، قالوا بأنهم إخواننا في الإنسانية وأنهم يعني إذن كان هنالك نوع من التعاطف مع الشعب الأمريكي ويعني شعروا بأنهم يتقاسمون معهم الإنسانية إن صح التعبير. لماذا هذا التغيير في سياسة إيران؟ طبعا هنالك كثير من التفسيرات ولن أتطرق إليها جميعا، ولا أقول بأن شرحي لها أفضل من شروحات الأخرى، ولكن أقول كان هنالك الحرب الطويلة مع العراق وكانوا قد تعبوا ويريدون أن يتابعوا ثورتهم مع يعني كان هنالك بعض المعوقات بسبب الموارد التي صرفوها في الحرب. وهذه التغييرات في السياسة أيضا أدخلت يعني تسببت بها أيضا السياسات الأمريكية والتي أسميها سياسة الاعتراف. فلدينا سياسة الاعتراف هذه منذ العام 1996 مع إدارة كلينتون، التي يعني أقول بأن إدارة كارتر لم تكن حذرة، بل إنها يعني تسببت إلى حد ما بتصلب إيران وأصبحت دولة معزولة، ولكن كان هنالك تغيير كبير في السياسة الأمريكية في إدارة كلينتون الثانية، وتعرفون بأنه ربما في إدارته الثانية شعر بأنه أقوى من السابق وغير وزيرة الخارجية بأولبرايت، وهي التي دفعت نحو التغيير. ودعوني أستذكر معكم بعض نواحي سياسة الاعتراف هذه. فإدارة كلينتون الثانية اقترحت على إيران أن يكون هنالك علاقات دبلوماسية رسمية طبيعية، وأيضا يعني قدموا بعض من السلوك الذي يمكن أن يكون متعاونا اقتصاديا يعني كشركاء، ممكن أن يكون هناك أنابيب تنقل النفط بين وسط آسيا وإيران. يقول نعم يمكننا أن نتعاون في الأمور الاقتصادية، وهذا أيضا من الأمور التي فيها اعتراف. والأمر الأهم كلينتون حتى واعترف بوضع إيران على أنها حضارة عندما قال في خطاب له في كانون الثاني في العام 1998 بأنني بالنسبة لإيران أريد أن أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية استعملت يعني لهجة سيئة تجاه إيران، فإيران حضارة كبيرة، وبالتأكيد الشعب الإيراني شعب يستحق أن يفخر بنفسه، فهي تماما كخطاب أوباما الآن عن الحضارات. يعني هذا أيضا مهم جدا في تبيان بأننا لسنا مختلفين تماما، فأنتم فعلتم شيئا جيدا لحضارتنا وأنتم ضمن الحضارة الإنسانية وأنتم ضمن هذه الحضارة، إذن هي رسالة. وأيضا أولبرايت مثلا في خطاب اعترفت وأقتبس بأن هنالك نوع من اللاعدالة ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران، وبالتأكيد هنا أشارت إلى الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في إطاحة بوزارة مصدق،
فقالت بأن كانت تلك مؤامرة ضد إيران. إذن كان هذا أمر من الواضح يعني كأنه اعتذار يعني اعتذار رسمي من إيران في هذا السياق. وهنالك أيضا بعض ممارسات بالاعتراف لن أذكرها. فمثلا كان هنالك يعني قامت بإزالة اسم إيران من قائمة الدول الإرهابية وأيضا يعني بعض الأمور العملية الأخرى مثل تجارة الكافيار. فيعني أنتم لستم مختلفين، يمكننا أن نقوم ببعض التعاون معنا. إذن هذه كانت فترة اعتراف. الآن فترة أحمدي نجاد نقول عودة إلى المستقبل. أولا كان لدينا تغييرات دراماتيكية في السياسة الخارجية وسياسة نووية، وأحمدي نجاد وبوضوح قدم إيران على أنها قوة نووية لها الحق، وجميعنا نعرف عن موضوع تخصيب اليورانيوم. وهنالك الكثير من الطموحات الثورية لهذه الحكومة وأيضا مواقف سلبية ضد إسرائيل، يعني حتى أنهم أنكروا يعني عملية المحرقة وكان ذلك أمرا صادما للمجتمع الغربي. إذن يمكننا أن نقول بأن الأمور النووية والأمور الثورية في العلاقة مع إسرائيل أيضا من الواضح أن حكومة إيران كانت تدفع نحو المواجهة. إذن السؤال هنا لماذا؟ وأقول بأن ما يبدو لنا على أنه غير عقلاني هو عقلاني بالنسبة لأحمدي نجاد ولحكومته لسببين. السبب الأول أنه يمكن أن يفرض نفسه على أنه زعيم له كاريزما، فهذا يعطيه الشرعية الداخلية، وأيضا هو استجابة أو رد فعل على تجديد توصيم إيران، لأنه بعد أحداث 11 من أيلول وحتى مع التغيير في سياسة إيران إدارة بوش قررت العودة إلى وضع اسم إيران على قائمة دول محور الشر، وطبعا كان هذا نقاشا طويلا، وكان بوش سعيدا بأن يعيد وضع اسم إيران على محور الشر، وقال بأن بأنها من محور الشر، ونحن نعرف بأن النتيجة بأنه بعد 3 سنوات كان هنالك يعني انتخابات في إيران، وقدم نفسه أحمدي نجاد على أنه معارض لأمريكا، وهذا النجاح الذي حققه أحمدي نجاد يعني حققه إلى حد كبير بناء على معاداته لأمريكا، وكان يعني يربط مختلف الحركات المعارضة والمواقف المتطرفة، فكان كان ذلك ربما مفيدا في بناء الشرعية الداخلية لأحمدي نجاد. وأجادل هنا بأنه لأن ربما هذا فيه شيء من الاستفزاز، ولكن بطريقة ما أقول بأن أحمدي نجاد أسس يعني نظام هو ليس انقلابا وليس استراتيجية،
بل أقول أنه نتيجة غير طوعية لسياسة سيئة الأمريكية، يعني فعلا أخطاء في السياسة الخارجية الأمريكية. وأقول بأن الانتخابات القادمة في إيران قد يكون من المتأخر تماما أن نتحدث عن هذا الأمر الآن أو إمكانية تحسين العلاقات مع إيران، ولكن أقول برأيي بأنه يعني ربما سياسة اعتراف مضبوطة أولا، يعني كما ذكرنا في المراحل تعاون اقتصادي عميق، ثم الاعتراف بما فعلناه نحن كدول غربية لإيران وضد إيران، مثل مثلا ما فعلناه أيام مصدق. إذن هذا أحدث تغييرا في سياسة إيران، فبحيث لا يكون هنالك يعني عدو طبيعي لنا كغربيين، ولكن يمكن أن يكون ربما يعني تفكيك هذا العدو ربما. شكرا. Thank you, Professor Lidman, for this presentation. شكرا بروفيسور على هذا العرض وعلى تقديمك لأفكارك حول هذا الموضوع. أفتح المجال الآن للمناقشة لمدة نصف ساعة. أريد أن أسأل من يريد أن يطرح سؤال أن يقف إذا سمحتم، لأن هنالك تسجيل بالفيديو، وأرجو أن تقدم نفسك عند طرح السؤال، وعندما تطرح السؤال اطرحه بشكل موجز إذا سمحت أو سمحتي. سنأخذ كل الأسئلة مع بعضها البعض، ثم أعطي المحاضر الوقت للإجابة عن كل الأسئلة. دكتور بيتر، you came very early. Then we will give you a chance to ask the first question. دكتور بدر، سنعطيك الفرصة لطرح السؤال الأول. Thank you very much for an excellent lecture. شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الممتازة. في الحقيقة قدمت تفسيرا مختلفا للعلاقات الدولية وهي الهوية الثقافية، وأجد بأن هذا أمر مثير للاهتمام. ولكن في التطبيق على إيران أقول بأنه في حالة السياسة الأمريكية هناك أمر لم أفهمه. أولا أنا غير واثق موضوع السبب والنتيجة، هل التغيير حدث من أمريكا جعل إيران أكثر نزعة نحو التصالح مع أمريكا، أم أن خاتمي هو الذي هادن أمريكا وبعد ذلك اتخذت أولبرايت القرار بأن يكون هنالك تصالح مع إيران؟ هذه نقطة أولى. لدينا حالات كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ يعني ربما صداقة براغماتية، وهنالك حالات حيث الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت موقفا عدائيا، ولكن في كلا الحالين لم تأتي إيران. فأقول لهذا السبب بأنه لا يهم هل كانت موقف الولايات المتحدة الأمريكية عدائي أم تصالحي، لأن ذلك لا يؤثر كثيرا على سياسة إيران الخارجية. دكتور سلطان، السلام عليكم. What is your future vision of the coming president of Iran? ونريد أن نأخذ بالحسبان أن خامنئي ذكر بأن إيران بانتظار رئيس يقف ضد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. نأخذ مجموعة من الأسئلة، ثم ربما وهنالك بعض الأسئلة المتشابهة.
أخذ السؤال. شكرا عماد حرب من المركز، شكرا على هذه المحاضرة. أنا مندهش دكتور. نعم، أنت تحدثت عن موضوع السياق وبناء الهوية القومية لإيران، ولكن سلوك إيران يشير بأن هنالك تطور في الدولة نفسها، وأن سلوك إيران هو انعكاس لهذا الأمر. بعبارة أخرى، أن هنالك عوامل اقتصادية عميقة للسلوك الإيراني، وأنا يعني فوجئت يعني هل لك أن تحدثنا عن هذا الموضوع؟ شكرا بروفيسور. سؤالي بالنسبة للسياسة الخارجية، هل تعتقد أن الخطاب الإيراني تجاه احتلال الجزر الإماراتية الثلاثة قد تغير، أم أنه سيتغير، أم أنه بقي على حاله، سواء كان هنالك إصلاحيين أو متشددين أو غيرهم؟ هل تعتقد بأن هنالك أي فرصة للرئيس الإيراني القادم أن يغير الخطاب وينظر إلى مصلحة إيران في جوارها وبناء ثقة مع الجوار، لأن إيران عليها أن تبني هذه الثقة مع جيرانها، ومن دون ذلك سيبقى هنالك توتر وسيكون هنالك مشاكل وأزمات؟ دكتور علي، شكرا دكتور. أريد أن أقول شيئا. أولا، كانت تلك محاضرة مثيرة للاهتمام قدمتها لنا. كل الحقائق التي ذكرتها عن إيران وخطابها الداخلي، وكل الحقائق التي قدمتها لنا، وكل الأمور سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، لا سيما تجاه أو ضد الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد بأن هذا الموقف أو هكذا سياسة تؤدي إلى تحقيق هدفين؟ أولا، هو هدف ديني لأنها تريد التوسع نحو يعني الشيعة، لا سيما في العالم الإسلامي، وهنالك بعض الحقائق هنا. هناك وثيقة تقول بأن هناك توسع. إذن هل هو توسع ديني، أم أنك تعتقد بأنهم يريدون أن يكونوا قوة قوية في هذه المنطقة عندما تصبح إيران قوة نووية؟ إذن هل هو السبب ديني، أم السبب أن تصبح قوة عظمى في المنطقة؟ سنأخذ السؤال هنا في المنتصف، الصف الثاني في الوسط، ثم سأعطيك الكلمة للإجابة عن الجولة الأولى من الأسئلة. مايكروفون بليز سير، كانت هير يو سير. عفوا، لا أستطيع سماع المتحدث إذا كان يتحدث، ولا أستطيع أن أراه. شكرا. لدي سؤال. سؤالي الأول، لدينا كوكب جميل ونحن نتحدث عن إيران دائما، كيف من الممكن أن نقول بأن هذه الدولة إيران تلعب ألعابا في يعني دائما، إذا كنت جيدا معهم أو سيئا معهم ومع باقي أنحاء العالم أيضا؟ هل السبب في ذلك أن باقي العالم
غير موحد بما يكفي، وهم يستخدمون أو يفيدون من هذا الوضع. شكرا جزيلا على هذه الأسئلة التي تحث الكثير من النقاش. سأحاول أن أوجز لكي أعطي الفرصة لجولة أخرى من الأسئلة. السؤال الأول هو من الذي أحدث التغيير أو السبب في التغيير في سياسة إيران الخارجية؟ هل إيران هي التي بدأت التغيير أم أن التغيير جاء من الخارج؟ فهل تغير الأمريكيون مثلا من سياستهم الخارجية تجاه إيران ثم جاء التغيير من إيران؟ قد لا أعطي جوابا كاملا، أنا آسف. هو موضوع التفاعل، أقول بأنه أنت تبدأ بالتعاون فالآخر إذا صفعك فلن تكرر ولن تتعاون، ولكنك إذا بدأت بالتعاون ورأيت بأن هنالك يعني حركة من قبله فربما يأتي ردك بتعاون أكبر، فكان ذلك يعني الاعتراف بالذات. إذن هي عملية تفاعلية، لا نقول بأنها تأتي من طرف واحد، أنت بحاجة طبعا إلى كلا الطرفين. والتوضيح الأوضح أنه خلال يعني البداية لم يكن هنالك الكثير من التغيير خلال إدارة كلينتون، جاء بعد ذلك التغير. إذن أقول بأن الأمر يتعلق بالتفاعل وليس طرف وطرف آخر. السؤال الثاني، ما الذي يمكن أن نفعله بشأن إيران الآن؟ إذا تذكرت جيدا هنا بالنسبة لسياسة دول الخليج أحيانا يكون هنالك تصميم أكبر، أحيانا تعاون، ولكن إيران لا تغير أي شيء. أنا آسف أن أقول بأنه لا شيء، أقول بأنه السياسة الدولية، أنا يعني أنا واقعي مع أنني أحاول أن أضع نظرية بناءة، ولكن أقول بأن لسوء الحظ بالنسبة لإيران يعني إذا أردنا أن نحدث تغييرا، كان هناك سؤال آخر بأن علينا أن نوحد أنفسنا أو استجاباتنا أو موقفنا، أي أن القوى الغربية توحد جهودها، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحتى روسيا، علينا أن نقدم جوابا واحدا، ولكننا منقسمون وبالتالي لا تكون الرسالة واضحة، ولهذا ربما ليس هنالك تغيير. بالنسبة للدول الأصغر، الأفضل ما يمكن أن تفعله هي اللجوء إلى القوى العظمى والقول لها بأن لديكم معرفة أفضل منا بإيران، فليكن هنالك بعض الاستشارات على مستوى السياسة، وربما أن يكون هنالك فعلا يعني رد من قوى العظمى. كان هنالك أيضا سؤال آخر عن الرئيس القادم لإيران. لا أعرف من سيتم انتخابه، أعتقد بأن يعني ظروف الآن أفضل من العام 2005. أحمد نجاد ربما خارج، ولكن أقول بأن أوباما
لم يكن جيدا ولكن ليس يعني كارثيا, يعني لم تكن كسياسة بوش. فأقول بأن هذا التغير الإيجابي ربما يمكن ربطه ولو جزئيا بسياسة أمريكا, وهي عدم القيام بشيء كبير ضد إيران منذ العام 2007. يعني ليس هنا, يعني لم يكن هنالك تهديد إيران. كان هنالك سؤال أيضا عن موضوع بنائي والعوامل الاقتصادية. أنا أقول بأن العوامل الاقتصادية مهمة, ولكنني أقول في الوقت عينه بأنه إذا كان هنالك تغيير فإيران مثلا تغيير, مثلا حدث يمكن أن نحدث تغيير في الهوية. فأنا أصر على أنه إذا كان علينا أن نتاجر مع الآخرين فذلك يحسن أيضا من رؤية الآخرين. يعني الأمر لا يتعلق فقط بالمال, فعندما تتاجر مع شريك تجاري في علاقة مربحة للطرفين فيكون هنالك إمكانية أن يكون هنالك تغيير في الخطاب أيضا. وتغيير الخطاب أيضا يمكن أن يأتي من المجتمع, من الأمور الملموسة المادية أحيانا. كان هنالك سؤال different strands in Iran's عن المجتمع الإيراني, وجود الإصلاحيين وغيره والمتطرفين. أقول بأن هنالك فرص للتغيير يعني مشابهة لتلك التي كانت موجودة بالعام 1996, وعلينا أن لا ننسى الحركة في العام 2009. طبعا هنالك سياسة نووية لها شعبية في إيران لدى الرأي العام الإيراني, ولكنني أقول بأن هنالك حركة تريد أن يكون لك علاقات أفضل مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للحافز, هل هو ديني أم أنه أن تكون قوة كبيرة في المنطقة؟ جوابي ليس واضحا. يعني أيضا يعني كقوة دينية, إذا قدمت نفسك على أنك حامي المسلمين فهذه أيضا سلطة وقوة. إذن يعني أعتقد أن كلا الأمرين هي محاولة لتقديم الذات, سواء على أنها يعني قوة دينية أو قوة في كبيرة في المنطقة, فكليهما قوة وسلطة. وأعود إلى يعني فرضيتي بأنه حتى إذا كان صناع القرار في إيران لا يؤمنون بالدين, ولكن الدين مهم كتقديم لتقديم الذات, self presentation. فالمشهد الدولي فيه كله ممثلون, فلأننا بحاجة إلى الشرعية. وإذا قالوا بأننا حماة العالم الإسلامي, حتى وإن كان الواحد منهم شخصيا يعتقد بأن هذا هراء, ولكنهم على مستوى السياسة كلهم سيحاولون أن يمثلوا هكذا. إذا مهم أن نعرف ما هو الحافز, يعني أصلا لا يهم أن نعرف ما هو الحافز الحقيقي. We will take more two سنأخذ questions سؤالين أخيرين. Excuse me, then if you have بعد ذلك, can you take the gentleman here and هذه الأستاذ هنا, the gentleman in the ثم الأستاذ في الخلف. We will take two سؤالين أخيرين إذا سمحتم. انتهى. You have time. يكون لديكم الوقت. When you can share one question. أو ربما تتشاركون سؤال واحد. Thank you. شكرا جزيلا على العرض الممتاز. تحدثت عن الشرعية والشرعية في العالم الإسلامي. كيف تعتقد أن موقف إيران الآن وهي تدعم نظام الأسد في سوريا, فكيف يبين ذلك شرعيتها
في العالم الإسلامي. دكتور المندعي العفيفي. دكتور العفيفي. أولاً شكراً جزيلاً. Thank you very much for this informative presentation. The lecturer focused on the Iranian identity. But the history and geography play an important role in the formation of the identity. And looking at Iran without linking it to the Persian civilization and empire will take us away from its real identity. I would like to say that Iran inherited the Persian empire, and the Persian empire has developed into Shiite empire, and this Shiite empire has what we call التقية in religion. التقية, if we define it, it is very similar to what is saying that it's a means to an end, and the means justify the end. My question, we see the bulldozer, the American bulldozer paves the way for Iran. We saw that in Iraq and in Gaza and in Egypt and in Yemen now. So we think that the American bulldozer is paving the way for the Iranian to come. So do you think that America and the West will accept the Persian Empire that already exists? Nobody can deny that there is a Persian Empire, and nobody can deny the Iranian influence in Yemen and in Syria and in other countries. Then we will take this question, your question. جميل محمد ACAE. أنا سأنظر للموضوع من منظور مختلف وأقدم تشبيها ومثال. أثناء عهد عبد الناصر جمال عبد الناصر, وحسب CIA, وأقتبس من CIA أنه كان عميلا أمريكيا, وقد يعني بني, يعني إذا أرينا كتاب باي باي كولموس يعطينا تاريخا طويلا هنا. إذن هنالك أمور كانت تحدث على الطاولة وأمور تحت الطاولة. إذا نظرنا إلى الحقائق فسنرى مادلين أولبرايت كان لها علاقات جيدة مع إيران كما ذكرت, ونجد بأن إيران يعني أسهمت باستقرار العراق قبل الغزو الأمريكي, ونجد بأن إيران ساعدت أمريكا بالمعلومات الاستخبارية حول القاعدة, وأمريكا قامت بعمل حسن في أن يعني في التعامل مع إيران وفي البيع لها بملايين الدولارات. هل تعتقد بأن هذا التفسير صحيح؟ حسب الفلسفة البناءة constructive. سأجيب بإيجاز. بالنسبة لسياسة إيران في سوريا وكيف يمكن أن نشرح بأن هنالك يعني بالنسبة للمنطقة. يعني من الواضح لأنه عندما بدأ الصراع كانت إيران يعني متخفية, لم تكن تظهر على الملأ بوضوح ولم تأخذ يعني موقفا واضحا, كانت تتبع سياسة لننتظر ونرى. ولكن يمكن الآن أن نقول بأن هنالك موقف واضح لإيران. لماذا؟ إيران كأس يعني إسرائيل على أنها الشيطان الصغير, ومن الواضح
أن سياسة إيران تجاه النظام السوري مرتبطة بمعاملة إسرائيل للنظام السوري. أحيانا هنالك حزب الله طبعا الذي تعرفون علاقة حزب الله بإيران. أما بالنسبة للسؤال الثاني حسب ما قدمت لي تلخيصا له إذا كنت قد فهمت بشكل جيد يتعلق بدور التاريخ والجغرافيا في تحديد هوية إيران مقارنة مع التشكيل الوصف الذات على أنه المتفوق وبحيث يكون هنالك مثلا نزعة نحو بعض المجالات. أنا لا أنكر بأن التاريخ يلعب دور والجغرافيا تلعب دور، ولكن أنا بمنظور فلسفتي يمكن أن نبتعد عن وصف إيران للذات. هنالك هذا الخطاب حول تضخيم الذات والكبرياء القومي. طبعا بالتأكيد هذا موجود له جذوره في الحضارة، ولكن علينا ألا ننسى بأن كان هنالك شاه إيران وهنالك إيران أخرى. لدينا تغييرات في السياسة I would say we are not condemned by history to be confronted يعني التاريخ لا يحكم علينا أن نواجه إيران. The last الأخير question, if I understand well, كنت sorry, قد I'm فهمت already a bit أنا آسف. So I would not deny that there are many, many, so even Albright not saying that she is white. She is not at بأنها all, يعني تقوم بمؤامرات ضد إيران أو ربما بعض السياسات السرية. أنا لا أنزهها يعني عن كل هذا. دائما هنالك نوع من يعني تعاون بين الاستخبارات وبين التأثير والنفوذ السياسي وغيره، ولكن this is not okay, this may be important to policy يعني change ربما يعني مهم ان نشرح مثلا ما يحدث في مصر وغيرها. I would say the most important is يعني official هو الوجه الرسمي للدبلوماسية الأمريكية. إذا ما تبديه أمريكا، لأن كل صناع قرار السياسيين يقولون بأننا يعني يعني هنالك دائما ليس هنالك أبيض وأسود بل رمادي، ولكن إذا قلت علنا بأنك عدوي فستقبل ذلك. إذن بالنسبة لي ما تفعله علنا أهم ما تفعله في السر، لأنك تظهر الوجه الذي يظهر للملأ ولا تستطيع تغييره بعد ذلك. بروفيسور ليدمان، بروفيسور ليدمان شكرا على هذه المحاضرة المثيرة للاهتمام وعلى الأفكار التي قدمتها لنا. نعرف بأن موضوع الإيراني يصعب أن يناقش في محاضرة واحدة، يعني هناك أيضا التغييرات التي تحدث في العالم العربي وكيف يؤثر ذلك في سياسة إيران ومستقبل المنطقة. On behalf of all of you, I نيابة want to عنكم جميعا أتقدم بالشكر من البروفيسور توماس ليدمان على هذه المحاضرة المثيرة للاهتمام، وأنتهز هذه الفرصة لشكركم جميعا شكركم جميعا على مساهمتكم في النقاش، وأمل أن نراكم أيضا في المحاضرات المستقبلية في هذا المركز. وأسعد الله مساءكم والسلام عليكم. Thank you so much. Thank you.